تواصل مؤسسة الشارقة للفنون استضافة الأعمال الفنية الموسيقية بساحة الفنون بالتزامن مع برنامج الإقامة الموسيقية والمعرض الفردي طارق عطوي أدوار 11. في بيت السركال التراثي بقلب الشارقة تعزف الموسيقى، وقد يبدو العزف هنا مختلفاً، وأصوات الآلات الموسيقية غير مفهومة للحضور، فهو أسلوب مختلف من الأداء يقدمه مجموعة من الفنانين المشاركين ضمن برنامج الإقامة الموسيقية الذي تستضيفه مؤسسة الشارقة للفنون هذا العام، ويهدف إلى تطوير مقطوعات موسيقية جديدة باستخدام أساليب مستحدثة. الآلات الموسيقية التي ابتكرها عطوي في بيت السركال ضمن معرضه الفردي طارق عطوي أدوار 11 هي نتاج بحث مكثف في تاريخ وتقاليد الموسيقى وثمرة تعاونه مع خبراء مختلفين يتحدى من خلالها الأساليب المكرسة للاستماع عن طريق ابتكار أدوات إدراكية للصوت بالتعاون مع أصحاب الإعاقة السمعية. البرنامج الموسيقي الذي احتضنه بيت السركال تم فيه استخدام الآلات الموسيقية الأساسية مع إضافة عناصر مختلفة تصدر ذبذبات وأصوات متنوعة تتم إضافتها للمقاطع الصوتية المعزوفة لتنتج أعمالاً ابتكارية تؤكد أهمية احتضان مؤسسة الشارقة للفنون لمثل هذه الأعمال الفنية. استضافة الشارقة لبرنامج الإقامة الموسيقية يعد فرصة للجمهور لمعرفة واستكشاف الآلات الموسيقية والتركيب والتعاون الموسيقي. لأخبار الدار فايزة ضرحاني، الشارقة.